تستخدمها. بداية البلاك كنترول ممكن يتم عن طريق الميكانيكال ويز وممكن عن طريق الكيميكال ويز. أنا بتكلم عن الكيميكال ويز. احنا نعطي ماوث ووش عشان اما نقلل الجنجيفايتس ونعالجها او نقلل البلاك اكيوميليشن او نقلل الكيرز. بالنسبه حق انواع الغسول اللي تعالج التهابات اللثه فمينلي هما مجموعتين، مجموعه تحتوي على كلورهكسيدين ومجموعه ثانيه تحتوي على كحول. بالنسبه حق المجموعه اللي تحتوي الكحول واشهر نوع من انواع الغسول هذه هي الليسترين. وبالنسبة حق هذه الأنواع فهي فعالة جدا في القضاء على الجنجيفايتس ومعالجته طبعا مع الميكانيكال كنترول، لكن من الأدفيرس افكت مالتها انه ممكن تسوي بيرنينج سنسيشن حق بعض المرضى وما يتحملون. بالنسبة حق المجموعة الثانية اللي تحتوي على كلورهكسيدين جدا فعالة في القضاء على الجنجيفايتس والجنجيفال انفلاميشن، والكلوروهكسيدين يعتبر جولد ستاندر حق هذه الاشياء وخصوصا قبل السيرجري او بعد السيرجري بعد ما نسوي اكستراكشن او اي شيء. واللي يميز الكلوروهكسيدين انه في خاصيه اسمها سبستانتيفيتي، وهي ان الكلوروهكسيدين يبقى على اللسان حتى بعد ما نقل، لان الكلوروهكسيدين يسوي ادهيرنت على التوث ستراكشر ويبقى المفعول ماله حتى بعد ما انت مضمض. ويعني والكلورهكسيدين جدا فعال ضد البكتيريا وضد حتى الفنجل وجدا ممتاز حق الانفلام، لكن من عيوبه ان الاستخدام المطول حقه اكثر من 4 اسابيع ممكن يقضي على حتى البكتيريا الحميده فيسوي شويه عدم، وايضا الاستخدام المطول حقه ممكن يسوي ستيننج على الاسنان وممكن حتى يغير الطعم عند بعض المرضى وما يستلذون بال. والكلورهكسيدين لانه جدا فعال ففي منه اكثر من شكل، في منه يكون غسول وممكن يكون على شكل جل وممكن يكون حتى على انتراكنال ميديكمنت حق الانديه. اما المجموعه الثانيه من الغسول واللي تمنع تكون البلاك بالاساس وتقلل تكونه فاللي تحتوي على البايروفوسفيت. والمجموعة الأخيرة من أنواع الغسول اللي تحتوي على فلورايد وهذه نستخدمها عشان نقلل فرص حدوث الكيرز. وفكرة توبيك الفلورايد شنو؟ إن الفلورايد هذا يدخل داخل الإنامل ويروح مكان الكالسيوم ويقعد مكانه ويطرد فيتحول الإنامل من كالسيوم هيدروكسي أباتايت إلى فلورو هيدروكسي أباتايت، وهذا أكثر مقاومة للأسد اللي تطلع البكتيريا اللي تسوي لنا. بعد هذا الشرح، هل استخدام الغسول او الماوث ووش يعتبر شيء اساسي للحفاظ على صحة الاسنان وسلامتها؟ لا. سؤال ثاني، هل استخدام الغسول والماوث ووش بانواع المختلفة اللي قلناها يغري عن استخدام المعجون والفرشة؟ لا. فالماوث ووش هذيل نستخدمهم بس لسبب زين، ما نستخدمهم بشكل دائم. ممكن اللي تحتوي على كحول ممكن تستخدم بشكل، فالماوث ووش اللي فيها كحول فينول او اللي فيها فلورايد ممكن المريض يستخدمها بشكل مستمر، لكن مع استخدام الفرشه.